بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في مظاهر الحكمة في شخصية سليمان عليه السلام، وتحدثنا عن المظهر الأول وهو مظهر الشكر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. المظهر الثاني في شخصية سليمان مظهر التفقد والتعهد. وتفقد الطير، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. التفقد طبعا مظهر من مظاهر القيادة الحكيمة. القائد الحكيم أهم سمة وأهم مظهر من مظاهره هو التفقد، تفقد الرعية، تفقد الجنود، دائما في تفقد دائم الإنسان الحكيم، القائد الحكيم لرعيته، أبدا يتفقد. طبعا يتفقد نفسه، لأننا عندنا تفقد النفس وتفقد الرعية وتفقد الآخر. ضروري جدا أن يعني في هذا الدرس اليوم أن نركز على هذا المظهر، ولا سيما في عند الشخصية القيادية التي والمسؤولة يعني تصدت لمسؤولية معينة، لابد من خلق التفقد أو أدب التفقد. وتفقد الطير، قال ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين. سنتحدث عن هذه السمة وهذا المظهر، مظاهر الحكمة في شخصية سليمان عليه السلام في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. وتفقد الطير، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. شوف هذا المظهر، هذا الحكيم. أولا هنا يعني مظهر مظاهر الحكمة هو التفقد كما قلنا، يتفقد الرعية، يتفقد الجنود. شوف طير جندي، الهدهد كان جنديا من جنود سليمان عليه السلام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يصطفون ويجتمعون مع كثرة الجنود. ولكن لم يتعلل سليمان الحكيم عليه السلام بأنه يعني أنا ما ألحق مثلا، أنا ما عندي وقت، أو لا يكلف ناس يعني يتفقدون. لا، القائد يتفقد بنفسه، لأنك مهما كلفت إنسان ومهما كان الإنسان مخلص قد يحجبك عن الناس. وهنا يعني الطامة الكبرى أن يحجب القائد عن الأمة، هنا الطامة الكبرى، يحجب بشتى الوسائل أو ربما بشتى المبررات، مثلا مبررات مثل الاغتيال، مبررات مثلا أنه ما عنده وقت، مبررات هاي أمور يعني أنا أكلف بها آخر. لا، هناك قضايا مهمة جدا، ولا سيما في مثل القوات المسلحة، في الأمن، في قضايا تتعلق بالأمة بأمنها بعسكرها، هنا لابد للقائد الحكيم أن يتفقد بنفسه وأن لا يعتمد على الآخر مهما كان مخلصا، لأن التفقد من رأى ليس كمن سمع. ولهذا سليمان الحكيم العظيم مع ما لديه من جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ومع ذلك وتفقد الطير. التفقد يختلف عن التعهد وإن كان بمعنى قريب،
وتفقد الطير. التفقد هو تعرف فقدان الشيء، تعرف فقدان الشيء، بينما التعهد تعرف العهد القديم للشيء، يعني تعرف العهد هذا التعهد. حينما أتعهد شيء كون أتفقد شنو يعني خلفية هذا الشيء وتأريخ هذا الشيء حتى أعيش السياقات الصحيحة لهذا الشيء. ثم بعد ذلك انتقل التفقد إلى التعهد كذلك، يعني التفقد بتعهد بدراسة خلفيات الشيء وحاضر الشيء لأرى النواقص وما يفقده مثل المجتمع أو ما يفقده الناس. هذا جدا ضروري، الحاكم يبحث عن النواقص ليسد الثغرات. القائد العظيم، القائد الحكيم دائما وأبدا يتفقد الناس، يتفقد الأمة حتى لا تتراكم الأخطاء، حتى أي فجوة في الأمة أو أي خلل يعالجه قبل أن تتفاقم الأمور، وإلا مثل القشة التي قصمت ظهر البعير مرات، حينما تتراكم الأخطاء شيئا فشيئا، وربما هذه الواسطة لا يخبر الحاكم بذلك، لا يخبر، يخاف أو يجامل مثل القائد الحاكم فلا يخبره عن كثير من السلبيات، كثير من السلبيات، بالعكس يرسم له صورة وردية أنه كل شيء تمام والحمد لله وما في أي نقص وما في أي حاجة وما في أي خلل. طبعا هذا راح يغري القائد الحكيم، يغري. ولهذا القائد الحكيم كثيرا ما يتفقد ولا يكتفي بالآخرين في تفقداتهم رغم إخلاصهم، هو يأتي ويتفقد بنفسه، يكتشف عناصر الفقدان في جيشه، في قواته المسلحة، في الأمة، ما هي احتياجات الأمة. وإلا مرات الحاكم يعيش في واد والأمة تعيش في واد آخر. حينما ينتفي التفقد، هذه الصفة الحكيمة بشخصية القائد، الأمة تعيش في واد والناس والحاكم يعيش في واد، وفرق كبير بين إلى أن تصير ثورة على الحاكم، يصير ثورة. وهذا في إنجلترا من طلعت مظاهرات في الحرب العالمية كذا، فسألت الملكة زين أو بنت الملك، سألت بابا ليش يعني إذا طاعي المظاهرات، قالوا لها لأن يردون خبز، ما عندهم خبز، جوعانين يردون خبز. قالت بابا خب يأكلون كيك، يأكلون كيك، إذا ما عندهم خبز خلي يأكلون كيك. شوف هذه، أو مثل بنت الملك مثل التي قيل لها في الصف الابتدائي صفي عائلة فقيرة، صفي عائلة فقيرة، كانت بالثالث ابتدائي تقريبا، فكتبت بالإنشاء يعني بدرس التعبير، في يوم من الأيام كانت هناك عائلة فقيرة جدا جدا جدا، سائق السيارة كان فقير، فلاح الحديقة كان فقير، الخادم الطباخ مال المطبخ مالتهم كان فقير. خوش بقرآن، شوف بالنسبة لبنت الملك صدق العائلة الفقيرة ما عدا خادم، أو عده خادم لكن خادمه فقير، وعده سائق لكن سائقهم فقير، ما عندهم سائق، مو هم يسوقون، لا عندهم سائق الحمد لله، ولكن السائق فقير. شوف شلون كيف تفكر، هي تفكر بعيدة جدا عن الأمة، بعيدة عن الناس. هذا ليش نعترض مرات مثلا في حينما يكون مثلا راتب القائد أو راتب مثلا البرلماني أو راتب مثلا الرئيس أو كذا خيالي، يعني ليس في سياقات رواتب الموظفين، بحيث هو صار له مثلا 6 أشهر أو سنة أو سنتين أو 3 سنوات يقبض راتب أكبر من أكبر دكتور في الجامعة مثلا، فصير هناك 3 أضعاف
أربعة أضعاف فرق بين أكبر راتب في الدولة، والله شنو مثلا هو برلماني أو هو مثل كذا إلى خصوصية، هذا تنعزل الأمة. هنا ينتفي التفقد من حياة الأمة بالنسبة للقائد، فالأمة تعيش في واد وهو يعيش في واد آخر. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. شوف، بضعفة الناس، كنت تتفقد الناس وترى أضعف واحد في الناس، يعني من ناحية الاقتصادية طبعا ضعيف من ناحية الاقتصادية، فأنت يعني تلبس كما يلبس وتركب كما يركب أفقر إنسان وتأكل كما يأكل. هذا هو التفقد، وإلا التفقد مو بس فقط يعني تواسي الناس، حينما تعيش آلام الناس وهموم الناس بعد ذلك يعني تتفاعل مع هذه الآمال والآلام والمعاناة. إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. لماذا؟ كي لا يتبيغ بالفقير فقره. كي لا يتبيغ، كلمة جدا دقيقة، يتبيغ، التبيغ معنى التبيغ يعني الفوران، فوران. إذا تبيغ الدم فاحتجم كما في بعض الروايات، إذا تبيغ الدم يعني الدم يفور، احتجم الحجامة. هنا تأتي كي لا يتبيغ بالفقير فقره. أمير المؤمنين يقول: إذا أفقر الناس في الأمة، إذا رآني ونظر إلى معيشتي ومركوبي وشكلي وطبيعة بيتي، دمه يبرد، ما يفور دم الفقير، لأن سيجدني أنا أواسيه في كل شيء، في مأكله، في مشربه، في ملبسه، فدمه يبرد. وهكذا القائد الحكيم، أن حينما ينظر إليه يعني أفقر الناس لا يفور دمه، لأنه سيجده ويشابهه في معيشته وفي مطعمه وفي مأكله. نعود لمظهر من مظاهر الحكمة في شخصية سليمان عليه السلام، وهو مظهر التفقد. وتفقد الطير، قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. بأن التفقد من صفات القائد الحكيم، حتى يرى، طبعا قلنا التفقد يعني تعرف فقدان الشيء، حينما تتفقد البيت مثلا ويتفقد بيته، يعني شنو؟ يعني يرى النواقص. ما هي النواقص حتى يسد هذه الثغرات والنواقص؟ مثلا مدير شركة يتفقد شركته، يعني يشوف ما هي النواقص، لأن هل الشركة تصعد في صعود كيرف صعود أم كيرف نزول؟ لأن مرات مؤسسة بدون تفقد، شوف هاي المؤسسة التي ليس فيها تفقد راح تتراكم الأمور، ما يصير بها أي صيانة، ما يصير بها أي تطوير، ما يصير بها الكيرف دائما تراه سنة عن سنة ينزل إلى الأسفل بدل أن شنو؟ بدل أن يصعد. حينما ينتفي التفقد راح ما تقدر تسيطر على الشيء، وراح الأخطاء تتراكم والثغرات تتراكم والسلبيات تتراكم كذلك، وبالتالي راح ينحدر هذا الشيء إلى الأسفل بدل أن يرتقي سنة عن سنة أخرى. فإذن التفقد للرعية من صفات القائد. في كتابه عليه السلام، في وصيته لمالك الأشتر، هذا الكتاب كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام،
في الكتاب طبعا نهج البلاغة كما تعلمون، نهج البلاغة مكون من ثلاثة فصول أو أبواب. الفصل الأول أو الباب الأول باب الخطب، والباب الثاني باب الكتب يعني الرسائل، والباب الثالث باب الحكم القصار. طبعا جمعه الشريف الرضي، وهذه الحكم موجودة في كتب قبل الشريف الرضي بمئة سنة، بأكثر من مئات السنين في بعض الكتب التي، ولهذا بعضهم قال أن هذا النهج البلاغة من تأليف الشريف الرضي. أبدا أبدا، في مضمونه في سنده وفي مضمونه يعني في متنه وفي سنده يرد هذه الشبهة وهذه التهمة بأن نهج البلاغة لم يكن لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ولهذا شوف ابن أبي الحديد هذا العالم الكبير مع أنه معتزلي فسر نهج البلاغة، محمد عبده العلامة محمد عبده رضوان الله تعالى عليه فسر نهج البلاغة، أدى تفسير نهج البلاغة وشرح نهج البلاغة. لماذا؟ لأن أدركوا بحسهم الأدبي الكبير أن نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، زين، بقوة بلاغته. يعني المتن حينما يكون قويا يكون شاهدا كذلك على صحة الادعاء. في نهج البلاغة في الكتاب، في الكتاب في كتاب الإمام علي عليه السلام الكتاب 53، ومن عهد له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطربت أمر أو حين اضطرب أمر محمد ابن أبي بكر، وهو أطول عهد وأجمع كتبه للمحاسن، أروع أطول عهد هو عهد مالك الأشتر، الإمام علي لمالك الأشتر. إذا تقرأ هذا العهد صفحات رائعة، في كل سطر هناك حكمة وهناك وصايا ذهبية ينبغي أن نطالع هذا العهد. في منتصف هذه الوصايا يقول الإمام علي بسبب يعني بخصوص الجيش وانتقاء الناس واعتماد الحاكم على الناس طبيعة الناس، يقول ثم وأهل البيوتات، انظر هنا يعني يوصيه بأن يهتم بالبيوتات الكريمة، بالبيوتات المؤمنة الصالحة لإقامة الدولة والاستعانة بهم في الدولة. يقول وممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف، ثم ألصق بذوي الأحساب، ألصق بذوي الأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرم وشعب من العرف. يقول له ابحث، تفقد الناس وقسم الناس إلى درجات، ابحث عن الإنسان الصالح، عن الإنسان الحسيب، عن الإنسان النجيب. هذه البيوتات الحسيبة والنجيبة وأصحاب الكرم هؤلاء اجعلهم في دولتك، استعن بهم في مؤسسات هذه الدولة، لا تبعد هذه البيوت وتقرب الناس الهمج، لا استعن بهؤلاء، يعني استقرأ الناس وتفقد الناس واعرف هذه البيوتات الكريمة أصحاب الحسب والنسب والنفوس الطيبة، هؤلاء ألصق بهم ثم ألصق بذوي الأحساب. بعد ذلك يقول له ثم تفقد من أمورهم ما يتفقده الوالدان من ولدهما، ما يتفقده الوالدان من ولدهما. يقول كيف الوالدان بحيث يعرفون كل حالات الولد، كيف يعيش، كم هو راتبه، الغرفة التي ينام بها،
طبيعة الأثاث، أثاث بيته، كيف يفكر، كيف يذهب، وين بيأسن جامعه، هو بأي صف، ماذا يعمل، زوجته ماذا تشتغل مثلا، ماذا تعمل، بحيث الابن يعرف كل شيء، الأب يعرف كل شيء عن أبيه، والأم كذلك، ربما أكثر الأم تعرف كل شيء عن ابنها. يقول بالضبط الحاكم الحكيم ينبغي أن يتفقد الناس كما يتفقد الوالدان ولدهما، بحيث كن تعرف كل شيء في الأمة، تعرف الفقراء المساكين، تعرف الأغنياء، تعرف المتوسطي الحال، تعرف الذكي الغبي، الإنسان الصادق من الكاذب، الفقير من المسكين. طبعا هناك مسكين وهناك فقير، المسكين الذي لا يملك قوت يومه، والفقير الذي لا يملك قوت سنته، وهناك الغني والغنى أنواع. على القائد أن يتفقد الأمة كما يتفقد الوالد ولده، وكما تتفقد الأم ولدها. كيف هذا الصورة الرائعة؟ زين. ثم تفقد من أمورهم ما يتفقده الوالدان من ولدهما، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به، ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به. يعني دير بالك إذا كنت تعملون بعض الأعمال استمر بهذا العمل حتى لو كان بسيط، لكن هذا العمل مهم جدا أن يستمر. حينما تخدم الأمة خل الخدمة مستمرة تكون، وإن قل فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك، ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها، ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها. اللطيف يعني الأمور الصغيرة، تفقد مو يعني الأمور الكبيرة تشغلك عن الأمور الصغيرة، لا الكبيرة لها تفقد والصغيرة لها تفقد، لأن هذه الصغيرة هي مهمة بالنسبة للآخر. صح بنظرك صغيرة، بنظر دولتك ومهامك هي صغيرة، لكن ربما بالنسبة للآخر هي كبيرة، هي مهمة. يجوز أن تعطي مثلا فد كمية معينة من الأموال مثلا شهريا لواحد، مثل عائلة، ربما بالنسبة لك هاي لا قيمة لها، لكن بالنسبة للفقير لها قيمة كبيرة. يقول فلا تأكل التفقد الكبير، لا يفقد التفقد الصغير، لا يأكله ويكنسله. زين. ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها، فإن لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به، وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه. إذن لللطيف هناك تأثير، وللجسيم كذلك هناك تأثير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.